يعطيكم العافية. دائما بس يصير عندنا مشاكل في الحياة، دائما نشعر انه هاي المشكلة هي اكبر مشكلة بتصيبنا ومش حنقدر نمشي عن طريقها، لكن الحياة بتمشي وبصير في شغلات كتير وتتحسن الامور، ودائما ايش بصير معنا دائما للخير. اليوم او امبارح بالضبط قابلت شخص من الناس اللي في دان روبنز، منطقة اللي ضربها الاعصار بشكل قوي في اوتوا. للاسف هاي السيدة حكت لي قصتها، وشعرت قديش انه انا ضعيف بالنسبة للامور اللي هي حصلت معها. قبل سنة تقريبا كان في هاي المنطقة نفسها في فيضانات بسبب الأمطار الشديدة، عندهم البيزمنت كله راح وما كان عندهم انشورنس للأسف، فعملوا رينوفيشن، أخذوا لون من البنك ودفعوا حوالي 140,000 دولار تظبيطات وتصليحات للبيت. بعد 6 أشهر تقريبا بنتهم اللي عمرها 20 سنة أصيبت بليمفوما وسرطان، وبدأت تأخذ كيماوي ووضع كان صعب جدا. لما صارت المشكلة الحالية هاي في التورنيدو، البيت تقريبا كله راح. فالكلمة اللي حكت لي إياها we've been tested، يعني تم اختبارنا، أو هذا اختبار من الإله أو الرب أو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان دائما مختبر ممتحن، المؤمن دائما زي ما نحكي يخضع لاختبارات من الرب أو الله سبحانه وتعالى. فعشان هيك لازم نكون أقوياء، هاي الشغلات ما تهزنا، حتهزنا شوية وأنا متأكد، لكن بوجود أصدقاء وأحباء وأهل دائما هدول بيدعمونا نفسيا ومعنويا. الله يعطيكم العافية وخلي لكم أهلكم وولادكم وأزواجكم كلكم بصحة وعافية، هذا أهم شيء في الحياة، الصحة وسلامات.